وما لديها من قدرة على التعامل مع الأسر والمنشآت بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمختلفة. تأتي هذه النتائج في توقيت هام ونحن على طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 وإفريقيا 2063 والأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يعتبر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من النسوح الأسرية التي تجريها الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم، والذي يستهدف توفير قاعدة بيانات تعكس الآتي: واقع ومتوسطات دخل وإنفاق واستهلاك أفراد الأسر في المجتمع المصري، مستويات وأنماط الإنفاق وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.